تنظن بأن المباراة يعني كانت فيها كثير من الإيجابيات وكثير من السلبيات، استفدنا منها يعني استفادة كبيرة، لأن ما كاينش علاقة بين المباريات الودية اللي جرينا ومباراة رسمية. بانت لنا بعض العيوب اللي خصنا نخدموا عليها كثير. كتعرفوا بأنه فريق يعني متغير بشكل جذري، لأن يعني اللاعبين اللي لعبوا اليوم كلهم جدد، ما كاينش لاعب واحد بقى من السنة الماضية. صعيب أنك تلقى واحد توليفة يعني في أولى المباريات، ولكن الحمد لله كانت أمور اللي ربما كنا سعيدين أننا شفناها في الملعب، خصوصا بعد الجمل التكتيكية اللي كانت في المباراة. وصلنا للمرمى في كثير من اللحظات ما كانتش الفعالية، ولكن بالمقابل ارتكبنا أخطاء يعني فادحة في الدفاع، خصوصا في التموضع الدفاعي ديال متوسط الدفاع اللي كلفنا يعني أهداف يعني ربما كانت سهلة. كنحترم الاتحاد البيضاوي لأنه فريق منظم، فريق يلعب كرة يعني نظيفة بسلاسة، ولكن هذه المباراة يعني بكل صراحة يعني غادي تغير كثير من الأمور، لأن غادي نشوفوا نظرة أخرى. ما يمكنش نسيروا بهذا يعني بهذه الطريقة اللي لعبنا بها اليوم. غادي ينتظرنا واحد العمل كبير، وخصنا وقت كثير، وخصنا صبر، لأن الكوكب المراكشي تنظن في القسم الوطني الثاني بتركيبة جديدة خصها يعني مسانده ودعم كبير كبير بزاف باش انها ترجع للسكه الصحيحه ديالها. الى قارنا الكوكب المراكشي مع فرق اخرى حاليا، كنظن بانه الكوكب المراكشي الهم ديالنا هو اننا نلقاو التشكيله المناسبه باش اننا نكونوا في البطوله الوطنيه ان شاء الله منافسين. انا ما كنتكلمش على الصعود، لان الصعود امر بعيد جدا، ولكن يعني حق مشروع لأي فريق في القسم الثاني أنه يفكر في الصعود، إنما غادي نسيروا مباراة بمباراة. نفسانيا نعرف الحالة ديال اللاعبين فهي مهزوزة اليوم، ولكن حاولت ما أمكن يعني نضع يعني بعض النقاط على الحروف يعني في أقرب وقت يعني مباشر بعد المباراة، على أن يكون يوم غد راحة إن شاء الله، وبداية التمارين يوم الثلاثاء لاستعداد أولى المباريات ديال البطولة الوطنية اللي كنتمنى نكونوا في الجاهزية ديالنا كاملة إن شاء الله على جميع المستويات.